طبعا طبعا اكيد كل التسليم راح يكون بمواعيده. ما يخالف بس تسمحوا لي اسوي تليفون وارجع لكم. اكيد اكيد نعم. وين راحت هيدي؟ شغل. شكرا. قولش ايش مش ضايجة؟ قلت لك اروح اسهر بغير مكان شلبتي اللي هنا. يلا تعالي لحقيني المطبخ خلينا نكمل. اقول لك معكرونة انتي مسويتها؟ لا نوارة. شقد مبينة طيبة. الف عافية. طلع لك السماق تحطين على الزلاطة؟ سماك شنو؟ اكو ليمون؟ لا. اكو بيت ما بي ليمون؟ اي بيتنا. صدق لحظة غيد وين؟ ما ادري. يعني شو اسوي؟ حكيت وياها ما يفيد. ليش اكو؟ يعني عايفة رجلها وعايفتنا وقاعدة برا تحكي بالشغل، هسه وقتها؟ روحي انتي اقعدي وياه. بحاية، يعني شو اسوي له؟ هو رايد مرته. تعتي تعتي، روحي قشمري. يلا حبابي. ما قادرة بس علي. فشل وجهك مو؟ أنا شو علي؟ مو أخاف من أختك. طبعاً أكيد شلون إحنا منتظرين أوردراتنا توصل، المفروض هم قبل 15 يوم واصلتهم. أنتِ تعرفين موضوع التزامنا أهم شيء، إحنا شركتنا معروفة بالتزام هويل. لا 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 هذا الكلام ما مقبول ابدا. ست فساتين سواري واربع بناطيل انا حافظتهن صح لو لا؟ وطيتكم خبر بالموضوع. واحدة تفضيها؟ مستحيل كارثه اذا ما وصلن ذني، لانه بالعقد هالستوريات تنزل يوم واحد. شو اسوي لك؟ مستحيل. ما تفتهمين انت لو شنو الموضوع؟ والحل؟ ما بقى عندنا وقت، انتم خليتوني بموقف محرج ويا الناس. وصلتي بيها مو؟ قلت لها احنا قاعدين هنا انا وراس السنه ومتمين، احمد خطيه خاف يبقى وحده. ما سمعتك، شغل اهم من عندنا حقا. هسه ليش ضايج؟ هسه احنا هنا مو موجودين كلنا وملتمين، وفد شويه كنا راح نتجمع احنا ونلعب ورق. يلا ابو حميد هسه الا هي موجوده فتلح وياها. الله يخليك، انا مو طفل وتقشمريني، جيبوا ايش عندكم اكل عشاء وخلصوا الليله شلون ما كان. براء شو اسوي لك لوميني؟ هلو. السلام عليكم. حياتي. هلا شلونك؟ زين الحمد لله. جبت لي وصلتش علي؟ اي. وين الكيكه التركيه؟ ما لقيت كيكه تركيه. اضطرينا وما لقينا ايش اسوي يعني قابل. Thank you.
شني شيب بريش نورس ضايع بدونك مثل شذرة بلاية محبس ضايع بدونك عني دور قول وقب يا مكان بيا مدينة جان ما تفتقد واحد جان مالك بحنينة ضايع بدونك افتقدني جديدة والله هذه ملابسه تبع الليبل اخذي واحد ورهمي كل اللبسات هذا حلو ايش كافي اي نلبسه وهذا ايش البس يرحم اي بس مكانك بابا شنو انت والله انت يعني عندك دريسنج روم ومحل ازياء وحاطه عينك على كم قطعه كم قطعه عينك على كم قطعه ماخذ اغلى شيء عندي اغلى شيء عندك مواسه قبل شويه كنا نمدح ونقول كريمه نواره حياتي مو كريمه تراجعنا وين هسه شلون هنا؟ شنو؟ شو الدورين؟ هذين كل ما يجن قياسك، الاوفر سايز مالتي بس يلا يلبسك. سعود خليه بدلهن وبعدين احكي. ها؟ ايش صار وياك؟ انا مصدومة. ليش؟ احمد اليوم سمعني كلام بأمر ما توقعت اسمعه. ايش قال؟ قلت لاني حامل فرح وارتبك ما اعرف ايش يقول والله ما توقعته المهم وراها قلت له راح انزل الطفل تخبى تهستر ما اعرف ايش اسوي اخر شيء قال لي اتمنى تموتين كل يوم اتمنى اقعد الصبح ما اشوفك بوجهي شفت اليوم واحد غريب مو احمد اللي عشت وياه عمره وحبيته لا بس فهميني انت وين راح تروحين؟ ما ادري حروح البيت ريم يمكن ليش ما تجيني أمي؟ لا لا خطية اليوم هي داق علي هواية بعدين هي بيتها قريب على الشركة والله ما أدري شو أقول لك باي أول ما توصلين إلها دزي لي مسج زين؟ أوكي باي
صاير شيء؟ ماكو شيء لا. تشمريني؟ غيد صار وياها شيء؟ لا هيك مشكلة بسيطة وتنحل. بدي احكي شبيك؟ شبيك ولحيتي؟ لحيت؟ أنا صوتي لأن خايفة عليكم. سوري يعني اللي دخلت. أخذي شي تريدين وعوفيني عندي طالعة يلا. أنا بدي أروح. ها. لا يعني شكرا ما أريد شيء. الله لا يعوزني. يا براء. يا معودة تعايدة شاقة وياك. يعني هاي كل عقلك؟ كم مرة دقيت عليك ما تجاوبين؟ انشغلت. مالك موجود؟ اي طبعا. شردتي مخابرة هواية. بعدين اسولف لك مو هسه. اسمعي. أنا تعاركت ويا أحمد وعفت البيت وطلعت. ما أريد لا بابا ولا مالك يعرفون. ليش؟ أنا حامل. من قلت لأحمد راح ننزل الطفل تعاركنا. سالفة طويلة. هلا؟ هاي منو؟ هلا ومالك شلونك؟ أحمد وين؟ أحمد موجود بس خطية صار عنده شغل مفاجئ واضطر انه يسافر الاربيل ف انا قلت يعني احسن ما ابقى بالبيت وحدي اضوج واخاف يعني اجي يومكم احسن. اي كل الهلا بيك. تعشيتي لو اجيب عشاء؟ لا حبيبتي ما اشتهي. تعشوا انتم بالعافيه. زين سوي لنا قهوه على ما اروح ابدل واجي. هسه صارت سوي لنا قهوه، قبل شويه قلت لي بدلي وخلينا نطلع نتعشى برا. اي شو اسوي لك؟ انت اصلا متعجزه ما تيدين تطلعين. زين ما طلعني، هياتها غير موجودة. يلا بعدنا بيها، نخلي نطلع هسه. لما تشوفها تقول ما اقدر وما اشتهي اكل. اي مو قلت لك انت متعاجزة وما تيجي تطلعين اصلا. لا ما متعاجزة، انت تريد تدبها براسي. هلا وشلونك حبيبي؟ شلونك يوم؟ هم زين اجيت قاعده وضايجه واريد اشرب قهوه، بس قلت تعال اشرب قهوه وياي حبيبي ليش هيجي؟ اشو ضايج اليوم يا عمري؟ راح تنام؟ يما حبيبتي ممكن مثل الحين وياي لو في البيت واطلع. اسفه حبيبي اسفه. كالعاده متعارك. ماكو غيرها. شكرا لاتصالك عزيزي، وبعدنا متواصلين وياكم بالابراج. وصلنا الى برج الجدي، واخ من برج الجدي اليوم صعب جدا عليك، حاول تتعامل ويا الامور بحكمه. يعني صدقني يا برج الجدي العصبيه والحديه ما راح توصلك الى حل، راح تجيب لك بس المشاكل، فاتمنى من يمك انه تحذر.
شكو مات ابويا وانا ما ادري بالاستديو ودقيقه واحده مو عندي اذا اسجل صوره ما دز بكيفك لا صدقين شوفوا ما انت عندي صوتي من هالعالم اي اوكي اوكي لي خالف لي خالف يلا باي 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 شلتي ويا المخرج يصيح علي أمرني حجينا أجيك من الأخير إذا ما تجيب لي مصدر الأموال سنت واحد ما أقدر أنزل بحسابه هي إذا بايع بيت خليه يجيب لي العقد أي سيارة همين سيارة إذا بايع يجيب لي المكاتبة مع السيارة بيعتي سيارة وأنا بخدمته صدقني صدقني حجينا البنك المركزي مشدد على هاي النقطة إنه لازم نعرف مصدر الأموال غير هاي ما يصير وبخدمتك خلي يجيبونها بخدمتك يلا ثمان الله هلا بيك هلا بيك ثمان الله أستاذ غيد أنت ما تعرفين تصيرين أم ولا راح تصيرين أم أتمنى يومي الصبح أقعد من النوم ما ألقاك بحياتي يومي أريد أطلقك عندي مشاعر أنا مو مثلك قلبت علي شيخ جامع ها؟ صرت تحكي بالحرام والحلال. انت درة احترام ما عندك. برحة تتمنى لي الموت واليوم تريد احترمك؟ اسمع خلي اقول لك. اللي براسي راح اسوي اكبر واحد ما يرجعني. برحة تتمنى لي الموت وتريد اليوم احترمك؟ انت اسمعني ايش راح اقول لك اللي براسي راح اسويه وما حد يقدر يمنعني
الو. هلا مهند. غيد واحمد متعاركين. هسه على الاقل قولي صباح الخير بالبدايه. صباح الخير مهند، غيد واحمد متعاركين. اوكي، وصلت المعلومه، شكرا. اي، ايش راح تسوي؟ يعني ايش تردين اسوي مثلا؟ يعني تحرك سوي لك شيء؟ والله عذريني. هاي صاحبتك فد وحده ازمه ولسانها طويل وما احب ادخل وياها صراحه ايراد ومصرف. والحل؟ اقول لك يا شنو المشكله؟ ها، يعني انت ما تعرف المشكله اصلا؟ لا اعرف متعاركين، بس انا ما سالت ليش. غيد حامل وتريد الذبه للطفل، واحمد رافض ما يقبل، وقابه بيناتهم. هي سهله، خلي يطلقون وكل واحد يروح لحال سبيله. لتشاق انت لو شنو بالضبط؟ هاي شبيك يا معوده؟ هاي مثل كل مره يتعاركون وبعدين يرجعون يتصافون. لا غلطان، هالمرة المشكلة أكبر وأعقد، وما أعتقد راح تنحل بسهولة. يعني أنتم مقتنعين بهذا البرزنتيشن؟ صار هيك شيء؟ عقد السكن، عقد العمل، بقى عقد الزواج. مو يوميا هذا الموضوع، يا عيني ما يصير، ما يصير، هاي سمعة شركة وأنا دا أصير بالواجهة ويا الناس، يعني الله يخليكم فكروا شوي. لأنه أنا اشتغلت هنا على أساس إنه أنا داوم 6 ساعات. بس هسه فجأة تصير الدوام 8 ساعات أو 7 ساعات وممكن زيادة فلوس. أشكرك، أنا ما محتاج زيادة فلوس. أنا وأنتو في تحدي كبير، لازم نثبت لهم منو شركتنا وشنو مميزاتها. أنا أداوم على قد 6 ساعات، طاقتي هالقد، آسف أستاذ. زمنية ما أريد، أعذار ما أريد، طارئ مدري شنو، مريض. حلو. أرجو. ها شلونك؟ لا أنا كلش ضايج، لأن الشغل هنا كلش دا يصير مو طبيعي. هذول المصطلحات الأربعة لازم تحفظوهم بصم. ما يصير تروحون الشركه مال اعلانات تفاوضون وياهم وانتم تعرفون تحجون. دخلي يسمعون ايش علي بيهم. انا هسه كنت احكي ويا المدير، كنت اقول له انا ما اشتغل بهذا الطريق. تسوي بالاكسل برنامج تنزلي من النت يسوي تحويل للبي دي اف. نزلي صوره هاي ذني قليلات. زين. اسحبيهم من الانترنت بس لازم يكونون الكواليتي عالي كلش. اوكي ألو. مرحبا ريم. مرحبا. هلا. موعدك بعد أسبوع حتى يصير الفحص الدوري. إيه إيه إن شاء الله أجي. يلا مع السلامة. أنا زين الحمد لله. أنتي شلونك؟ يعني بالبيت وين أروح؟ لا باعي خليها العصر أفضل، يعني الظهر غير على وقتنا، العصر أحسن. ماشي تمام. الأسبوع الجاي يمك. ويا من تحكين؟ زينب. شبيها زينب؟ ايش عندها وياك الأسبوع الجاي؟ هيك كنا ناوي نطلع يعني نتغدى نشرب قهوة. ما حد دمرنا غير زينب. ها؟ شبيها زينب؟ ما بيها شيء. بس نغيرها، نشوف لنا غير دكتور نودي له تحاليل. يعني غير دكتور ايش راح يسوي مثلا؟ يفهمني. يفهمني، يقول لي ليش ما يصير عنده خلفة؟ ينطيني حل؟ عمي خليه يقول لي ما يصير عنده خلفة، هذا هو، الله ما رازقنا. مو يوميا مودين تحاليل وجايبين علاج، وكل قبض ماكو. أخاف قالت لك شيء له علاقة بالخلفة وما تريدين تحكين. لا، لا طبعا. أنا كلش ضايجة وتعبانة وما أدري وين أروح. لازم تروحي يمك، بس إذا يجيك أي بشر بالدنيا قولي لي، لأن مو طايقة أشوف أي أحد. أكيد؟ براء هذا بابا يدق علي هسه، أرجع لك. هلو بابا. هلو، شلونك؟ بابا أنا يم باب بيتك، شو أدق الباب ما حد يجاوبني.
شنو طالعين؟ لا بابا أنا بالدوام هسا راجع على البيت خو ماكو شيء. لا ماكو شيء. بصراحة أنا كنت بوحدي وهاي جنة اليوم تتأخر ما تجي. فقلت أجي يمك أنت وأحمد نتغدى سوا وأشوفكم. تمام أوكي بابا إحنا دقائق وجايين انتظرنا. يلا هاي أوكي انتظركم. الله يعطيك. الو بابا واقف باب البيت دي انتظرنا. مو المطلوب ما اريد يعرف احنا متعاركين. انت تدري صحته مو تمام. الو الو تسمعني؟ بس احنا لازم نبين قبل مثالي قدامه مو هسه. انت شنو تريد تتعارك لو تستغل الموقف؟ هنا ساعتين نخلصهم شلون مكان وراها الله كريم. اوكي دي روح هسه الرجال جاي ينتظر بالباب. يلا روح. كان بموقف كل السخيف. بابا واقف باب البيت يريد يتغدى يمي اليوم. لا طبعا ما يدري بالمشكله. من يدري؟ ما ادري ايش اسوي. باعي عفي كل شيء بايدك وتعالي. ما اريد اتصرف اي تصرف غبي واني وحدي ما اعرف ايش راح اسوي. يلا اني طالعه انتظري شو تتاخرين. عمو انت ليش قاعد هنا؟ تعال اقعد هنا. خليني عمو هنا مرتاح. خليني. شنو بابا؟ زلاطه خضراء ماكو؟ زلاطه ما جايبين زلاطه دول؟ لا ما شفت. انت ليش ما قلتي لي انا جيب خضراء زلاطه شي وياي؟ ما ادري يعني بالطريق وبابا خابرني. بابا هسه يعطي هاي ماي تبوله مو هنا اكو فلفل اخضر يعتبرها خضروات يعني شنو يعني الاخضر خضروات قابل الخضر ولا احب اكل على هذا الميز. ابالك طاب مطعم. والله عماني هم احب اكل على القاع بس شو اسوي ممنوع؟ سمعتي شلون قاعد يشكي ويتبكي قدام ابويا مو عيب؟ ما اعرف غلسي. لا تخليني استفزك. صدق بابا فتحوا قروض العقاري ويمنا بالبنك دخلت اربع مشاريع كلش حلوه. خو هذا اللي يم المطار سعره كلش مناسب. وش قد يعطون قروض؟ يعني من 80 مليون ل 100. اسمعي اذا ابوي اطول نسولفس على اساس رايح للسوق ومنك روح لبيتك. مبروك. انا اضرب يا ابوي بس اطلع معي وقع. كلش حلوه. بابا هم هيك ينطون قروض يعني بدون ضمانات؟ شلون حكي؟ لازم موظفين دوله؟ اذا موظفين لعد ما يفيدنا. ليش ما تفيدكم؟ أنا أكفلكم. تسلم بابا ما أريد نكلفك. شو تكلفوني؟ كل رأس شهر وتدفعون. لو ناويين تكربسوها برأسي. هلا عمة. تفضلي تفضلي. تفضلي. خلص خلص بس تبوله شوية. ليش هاي الدولمة طيبة تربيها؟ لا لا ما أحبها. خليش قطعة واحدة لا ما حبيت يعرف. مش عجب يعني بس سلطة السكر صعد قديش؟ لا لا بس أنا تريقت فايت وقت وبعدين قلت هيك على الواعز قاعدة وياكم. عجبتكم هاي الكبض وقلت ترى كلش طيبة. هذا الأكل من مطعم. زين ليش انتي ما طابخه؟ اعرف راح تقولي لي عندي دوام. اطبخي بالليل والصبح احمي ما بيها شيء. ليش بالعكس خو بتدز من برا هواي اسهل يعني. بعدين انا ما ادري بيش انتي وبابا جايين عشان طبخت. هي مو مشكله اني وابوش بس المشكله خطيه الولد معدته راحت انهرت من اكل السوق. لا خاله هو احمد اصلا يحب اكل السوق. هذا الولد قدامك كل شيء ما بيه. لا بيه. ايش مدريش ما بيها شيء. شون؟ ايش تقصد يعني؟ ذي الشاقة أحمد. مدى الشاقة؟ الحكيت أمي صح. خلص جيب لك خدامة تطبخ لك اللي تريده. عمو المجمع اللي بالمطار ايش قد مساحات الشقق بيه؟ يعني حتى أقنع ماما هم نبيع البيت ونحول هناك ونسوي شيء بالفرق مع الناس. شو تقول؟ وين تعايكم لي أكلك؟ ما أشتهي. تعايكم لي غداك. ما أريد أكله. شنو صاير؟ ماكو شيء. طبيعي مالتنا تنشن 24 ساعة. ها تنشن؟ إي تنشن. ومنو مسوي هذا التنشن؟ أني؟
اسألي نفسك. وانت شنو بريء مثلا؟ واحد يعني مخبله؟ يا جوان عفت لك الهسه؟ عفت الاكل انا تسممت حره ما اريد اكل. يعني اخاف كلامي ضوج هيك فاني كلش اسفه يعني مو قصدي. هو هذا اللي وصيتك عليه؟ كل شيء ما طلبت من عندك، بس قلت لك ما اريد ابويا يحس. هسه هو شنو صاير؟ فهموني. اللي صاير اني حامل. وجيت للاستاذ قلت له لازم انزل الطفل، هذا اتفاقنا، انتم كلكم تعرفون انا كلش احب شغلي، ما اقدر اعوفه هسه مو وقتها. بابا هذا فجاه تحول علي، قام يتجاوز يقول لي اكرهك واتمنى تموتين وانا عايش وياك مجبور. لا تكذبين، ما حكيت. انا ما اكذب، احترم نفسك. لا اقول لك تكذبين. البارحه هواي تجاوزت وسكتت لك، اليوم اذا تحكي كل مره ردك بعشره. انت اذا تحكيني ايش لين ابوش قاعد مو؟ يعني لا احترمتيني ولا احترمتي امي. تمام صدقين، سوي اللي براسك، بس اذا ذبين الطفل هاي تعتبر جريمه، احبسك وراها وثقي بالله ما اطلقك، اخليك مثل بيت الوقف. زين لو لا بدك اذا مصر ادميه اخذها وياك من تطلع ادميه وغصبا عليك. زيد ولا قوة إلا بالله. شرديب ما أريد شيء، أريد ترجع تتعامل وياي حلو. شباب أنت غبية طالعة وياها بالسيارة قدام العالم مكان عام، شنو ما تخافين على سمعتك؟ لو هيك بعتيها أنا أريد أفتهم شنو بطلت تحبني؟ لو تتونس تذلني. مالك خلق أجاوب. مالك خلق تجاوبني؟ كتلت روحك علي كتل بالبداية، بس مالك خلق تجاوب. انت متعبين من هذا الحكي؟ لوك 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 بابا تروح. اريد اسالك سؤال، بعدها تحلم تشوف وجهي او تسمع صوتي، تريدني او ما تريدني؟ اني حبيتك ودللتك وخليتك على راسي، انت شنو وضعك؟ جاوبني، اذا ما تجاوبني والله اشمر نفسي جوا سياره وابليك. تجاوب. قولي ما اريدك، شو اريد اسمعها منك؟ اقول لك شيء؟ اني ما اريدك. يجي زين؟ خلاص؟ يلا. ما تريدني مو؟ سهلة. انا اعلمك. مالك رابحة تشلبي وعوفك تتجاوز؟ ايش بيا؟ شنو ما عندي كرامة؟ مخبلة بقالي دقيقة بالبيت. ما اريد الطفل. حرة شنو تطلبني خو مو تطلبني. مالي علاقة شلون صارت المشكلة ومن المذنب، بس اللي سويتيه اليوم ما حلو وعيب وما متوقع منك. لأن اللي صار البارحة كل شيء يجرح ويقهر، ماكو مرة بالدنيا تقدر تتحمله. لو ما تدرين بنفسك غلطانة كان جيت وقلتي لي مثل كل مرة. لا أنا ما اجيت، قلت لك لأنه أنت مريض وصحتك مو تمام بابا. وهسه شنو صار؟ ما أدري، قول لي أنت صار، شنو اللي شفته وسمعته برا؟ أنت ايش بيك تخبطتي؟ ايش بيك؟ تردين تعامليني مثل ما تعاملين أحمد؟ تجاوبين الكلمة علي بعشرة؟ لو شنو؟ سمعي انا راح اروح، بس اسمع مني اللي ما تريدين تسمعينه. انت مشكلتك ويا هذا الطفل مو ويا احمد، ويا ضميرك. حلي مشكلتك ويا نفسك، العالم ما لهم علاقه. معقولة أنت يعني هيك كارهة هذا الحمل وهذا الطفل؟ عمة أنا ما كارهة الطفل ولا أرد أزعل أحمد، بس إذا بقى الحمل لازم أعرف شغلي.
يما ما بيها شيء، عوفي هذا الشغل، الرزاق حي. لا مستحيل اعوف شغلي، هذا الشغل مبنى على ايدي انا سويته، ودخل حياتي قبل لا احمد يدخل حياتي. اذا بقيت الحمل وقفت شغلي معناها راح ارجع الف خطوه لي ورا. عوفي هذا الشغل، الف شغل تلقين غيره. لا ما راح القى. لا تلقين، كافي تبالغين، هاي انا قدامك يوميا اشتغل بمكان وعوفه وارجع القى احسن من عنده. ترى انت مصعبتها. هاي انت مو اني براء. رحم الله والديك. مو قصدي، لا تزعلين انت. لا هذا قصدك، واضح ومفهوم. انت العبقريه وانا الغبيه، انت اللي ما تتكررين. هي عندك كل الناس زمايل، بس انت اللي تفتهمين مو؟ شنو هذا الغرور اللي انت بيه؟ اصحي على نفسك عاد. وبعدين منو بحياتك غيرنا؟ انا وابوك واحمد كلنا غلط مثلا، بس انت اللي صح. احمد ناوي مو خوشنيه. عم احمد ما يحبني. الكلام اللي قاله البارحه مال واحد كاره وحاقد وما يحب. لا حبيبتي، احمد ما يكرهك، بعدين الرجال ما يكره، ينفر. اي بعدين انا كلش فرحانه، هو متمسك بهذا الطفل، معناته يعني متمسك بيك. احمد لو كارهك صدق مثل ما تقولين، لو ما يحبك ترى رقص بكفيه من قلتي له ما اريد طفل، حتى بعد ماكو شيء يربطه بيك. ها يعني انا هسه اللي مخرب حياتي الكل؟ لا لا لا، ما حد قال هيجي. بس يمه اذا تبقين على هذا اللي ببالك مصره راح تخربين كل شيء. هاي شنو نصيحه لا تهديد؟ شنو هالخشم اليابس؟ ايش جاب التهديد بالنص؟ المره دا تقول لك انت كاسره قلب رجلك وانت اصلا مسخمه عيشته من ورا الشغل. انا اللي مسخمه عيشته؟ اي وعلى ايدي، الرجال ما حاسه هو متزوج. ها معناه هو هيك يشكي لي شو يقول لك؟ لا ما يشكي لي، مبينه انا وياكم 24 ساعه بالطبه وبالطلعه وبالقعده وبكل شيء. هو اني امه ما يحكي لي. زين تعالي هنا، انت اخر مره شو وقت جبتي له هديه؟ سويتي له مفاجاه؟ هنيتيه على شيء سواه بشغله؟ ها؟ جاوبي، شو وقت؟ هو اصلا ما يحكي لي شيء ان شاء الله. هو بطل يحكي لك شيء وهذا الفرق. يما ترى هاي الاشياء اذا انت ما تسويها اكو غيرك الف وحده تسويها.